بالعودة لمتابعة مستجدات قمة العشرين اليوم من روما ينضم إلينا مباشرة مفدنا عماد الأطرش. عماد مرحبا بك، ماذا في تفاصيل هذه القمة؟ ماذا على جدول أعمالها وأبرز الملفات؟ طبعا القمة من المتوقع أن تبدأ بعد أقل من ساعة من الآن هنا في قصر المؤتمرات في العاصمة الإيطالية روما. المنطقة التي نحن هنا فيها في محيط هذا قصر المؤتمرات تحولت إلى شبه سكنة عسكرية. طبعا هناك الشرطة، هناك أيضا الشرطة العسكرية بالإضافة إلى انتشار وحدات من الجيش الإيطالي. إذن بعد أقل من ساعة من الآن سيتوافد الرؤساء وقادة الدول، دول العشرين المشاركة. طبعا ليس جميع الرؤساء سيحضرون هذه القمة، ولكن معظمهم أبرزهم كان بالأمس وصول الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي عقد سلسلة من اللقاءات بدأها بباب الفاتيكان، طبعا في حضرة الفاتيكان، بالإضافة إلى اللقاء الأخير الذي كان مهما جدا وهو لقائه بالرئيس الفرنسي ماكرون في السفارة الفرنسية في حضرة الفاتيكان. إذا بعد أقل من ساعة هناك يعني ستعقد الجلسات هنا في قصر المؤتمرات في روما. طبعا الملف الأبرز على جدول هذه القمة التي تستضيفها إيطاليا على مدى اليومين القادمين اليوم وغدا هو مسألة الاحتباس الحراري، مسألة المناخ الذي طبعا توليه إيطاليا أهمية كبيرة بالإضافة إلى عدد كبير من الدول. يعني القمة قمة العشرين هذه السنة التي تختتم بها إيطاليا بالمناسبة رئاستها لمجموعة العشرين. الملفات الأبرز طبعا كما أسلفنا هو الملف التغيير المناخي بالإضافة إلى التنشيط الاقتصادي، الركود الاقتصادي العالمي بعدما أصاب العالم من جائحة من وباء كورونا، بالإضافة طبعا إلى عدد كبير من الملفات بين الرؤساء على المستوى الثنائي. من المنتظر أيضا أن يحضر الرئيس التركي أردوغان، تعلمين بأن ملف العلاقات الأمريكية التركية كان أيضا يعني يوليها الرئيس أردوغان أهمية بالغة. المملكة العربية السعودية التي كانت تترأس القمة قبل توليها إيطاليا رئاسة هذه القمة سيترأس وفدها طبعا العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، ولكن عن طريق الحضور المرئي من المملكة العربية السعودية. إذا أقل من ساعة على انطلاق أعمال هذه القمة هنا في العاصمة الإيطالية روما. شكرا لك على كل هذه التفاصيل مفدنا عماد الأطرش مباشرة من روما.